قبل ما نختم حلقتنا راح ننتقل للطريق مع الزميل أنطوني مرشاق يلي عم بيعمل شغل رائع مع جمعية بنين، هالجمعية يلي عم تنتقل بكل مناطق لبنان لحتى تكون عم بتقدم دعم مش بس مادي، دعم أيضا معنوي يلي هو الدعم الأهم لكل الأشخاص اليوم يلي بحالة نفسية سيئة بحالة اقتصادية سيئة. خلينا نشوف مع أنطوني مرشاق وين صاروا وين كانوا لوين متوجهين. أنطوني بونجور. صباح الخير رانيا، يعني نحن موجودين على ساعة جديدة بالجديدة وهيدي نقطة الانطلاق مع جمعية بنين بالتعاون مع ام تي في بكاميون العيد يلي ليك الاولاد ناطرينه كرمال ليعطيهم هدايا، وكثير مبسوطين انه هن موجودين هون مع هذه الجمعية. معي فيرنا، بدي اعزبك بيرنا. فيرنا فيرنا خبريني يعني قديه هيدا الشيء كتير حلو اليوم اللي عم بيصير، خبريني عنه. هي عن جد صرنا نحن تقريبا شيء 4 سنين بلشنا بالكونسبت تبع الهوليدي تراك، وبلشنا فيه لانه بلشنا من فكره هي كتير سمبل، يعني من ايام جدودنا ومن ايام اهالينا كان في شيء اسمه هوليدي تراك يقطع بالضيع وكانوا الاولاد كلهم ينطروا ليستلموا الكادويات منهم. وهلا حاليا يعني بالوضع اللي نحن فيه بلبنان يعني مفروض نحن نعمل شيء يفرح قلوب الاولاد شوي صغيره، ما بدنا ننسى انه كمان العيد جاي وكريسماس وهو هذا الموسم بيكون هو كله للعطاء وللمحبه وللفرح. فبنين كمان مش بس انه بتعطي وبتعطي حصص غذائيه وهول القصص، كمان بدنا نعطي شويه فرح للاولاد بهالوقت اللي للاسف يعني انه فقدانينه. كم هدية رح يتوزع ونحن رح ننطلق من هون، بس لوين موجهين خلال النهار؟ تقريبا بالنهار اليوم حنوزع تقريبا شيء 4000 كادو، هون بجديدة تقريبا حيكون في شيء 1500 كادو، بننطلق من جديدة بس بجديدة حيكون في 4 بلديات مشاركين يلي هن برج حمود، دكواني، جديدة وسن الفيل، هلا حيتجمعوا كلهم بعد في عدد كبير جاي، وبعدين بننطلق من هون على الشمال على بحيرة بنشعي كمان حيكون في تجمع للأولاد باي كريسمس باي ذا ليك، حيكون في كمان ناطريننا، وبعدين بنرجع على فؤاد شهب بجوني. الهدف من وراء هذا الموضوع اتس ثانك يو لكل البلديات اللي ساعدونا، لانه نحن كمان من قبل كان عندنا حالات مستعصيه وكنا عم نجمع بهول نفس النقطه. هون كنا نحن عندنا كريتيكال كيس لمارلين دريج يلي كان عندها كانسر وشي نيدد، كان عندها بون مارو ترانسبلانت، بقى البلديات كلهم اجتمعوا وساعدونا تنعمل الـ يعني الكامبين لها، تجمعنا للفاندز لنسفرها ولنعمل العمليه. This is our thank you لإلهم، انه مرسي كتير على كل شيء، مرسي كمان للام تي في يلي عم بتواكبنا بكل مشروع اللي نحن عم نعمله وعم عم تكون استراتيجيك بارتنر تبعيتنا بكل شيء. يعني لكل الاولاد اللي عم بيحضرونا هلا بتنوعدوا اليوم بكادو؟ اكيد اكيد للكل، في كادو للكل اكيد. معي كمان رانيا زميلنا الي احوش، منتج منفذ ومشرف على اعداد الايف، يعني نحن هيدي مبادره كمان بالتعاون مع ام تي في. الي شو بتحب تقول عن هيدي المشاركه يعني قبل كم يوم من عيد الميلاد؟ انا بحيي رانيا وبحيي كل الزملاء بالبرنامج وانا بقول لكم بونجور من هون واعداده، وتعبوا كثير هالشهر. نحن بشراكة اليوم مع بنين وبلشنا المشوار مع محمد بيضون وفيرنا اللي بحييهم من جديد، وقدرنا انه نساهم ولو بالإضاءة على هالحالات الصعبة منا مارلين دريج يلي بنتمنى لها الشفاء وكانت معنا ببرنامج إلايف. وطول هالشهر كان في عنا كمان حالات صعبة جربنا قدر الإمكان انه نوقف حدا من خلال الزميل ألان درغام، كمان كل الضيوف والجمعيات اللي قطعوا معنا باستوديو. اليوم نحن عم نحكي عن آلاف الأطفال يلي مشروع كبير مع بنين عم ننفذه، وبدي اقول انه نحن برنامجنا كان مفتوح وباقي مفتوح لصوت الناس. بدي حيي كل يلي تعاونوا معنا، بدي حيي الاب فريد صعب شبيبه كسروان يلي رح يكونوا بملعب فؤاد شهاب على الساعه 4، بدي حيي كل الشباب يلي عم يشتغلوا كمان ببنشعي بصغرتها، وبدي اقول انطوني كمان بدعي الناس يتابعونا بكره الاحد رح نكون معك ومع زميلتنا هيفا شربل بجزين
بقضاء جزين والثلاثة كمان بقضاء جزين تنعكس دور المغتربين اللبنانيين العظيمين يلي واقفين مع بلدهم ومن خلال شاشة الام تي في يلي هي صوت كل لبناني وين ما كان بالعالم لحتى نكون سوا حد بعض تنقطع هالفترة الصعبة والمستعصي خليني أقول ويضل الأمل عنا والرجع عنا بطفل المغارة ونعيد سوا الميلاد بمعناه الحقيقي يلي هو الحب وإنه نكون مع الآخر ونفكر فيه ونكون إيد وحدة. يعني رانيا فعلا المشهد هون مع الأهالي مع الأولاد اللي كتير مبسوطين إنه رح ياخدوا هدايا، في أهالي كانوا كمان إجوا أول ناس. بدي أحكي معك مدام، يعني أنت وصلتي مع أولادك قدي حلوة هيدا المبادرة بهيدا الظروف الصعبة اللي عم بيمرق فيها لبنان وعم تمرق فيها العيال يلي ما قادرة تجيب هدايا لأولادها. هي الفكرة كتير حلوة إنه بهيدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة إنه فكروا بالولاد وبعتين لهم دعوة كانت من المدرسة وأكيد الولد بينبسط بهيدي الفكرة. يعني مثل ما عم بتشوف رانيا وراي هيدا هو كاميون العيد يلي بيحمل كتير هدايا، بدنا نشوف شو الهدايا في الولاد بدهم. بدنا نعطي الولاد هدايا هلأ الأولى بدنا نعطي الأولاد هدايا على الهواء بس نشوف أنتوني. نعم رانيا قوليلي أنتوني، بس إذا فينا نعرف إنه إذا هني بعضهم بحاجة لأي شيء، إذا هني اليوم بحاجة إنه يكون في ناس عم بتلاقيهم بالمناطق، وخلينا نرجع نذكر لو سمحت المناطق يلي رح تكونوا فيها وتقريبا بأي أوقات. رانيا المناطق اللي رح نكون فيها هلأ هون بمنطقة الجديدة، من بعدها رح نتوجه على منطقة بنشعة، يعني مسافة الطريق لأنه لا يوصلوا يعني قد عم بتضلوا بكل منطقة تقريبا لهون. هون رح يكون في 1500 ولد، في 1500 ولد هلأ واصلين هون على منطقة الجديدة ليأخذوا هدايا. يعني بدك تعتبري رانيا لحوالي الساعة ساعة وشوي بكل منطقة ومن بعدها منتوجه على منطقة أخرى. من بعد ما نكون بمنطقة بنشعة رح نرجع ننزل على ساحة ملعب فؤاد شابر، كمان رح يكون في كتير أطفال ناطرين بالتعاون مع البلديات وأكيد بالتعاون مع ام تي في يلي عم بترافق جمعية بنين بتوزيع الهدايا. رح يكون فريق منا وجر موجود كمان بفؤاد شهاب. بدي أسألك بس، هل أنتوا بعد عايزين أي مساعدة أو أي دعم لليوم تيقدر هيدا النهار يكون ناجح لكل الأطفال؟ أولا بدنا الأولاد كلهم ينزلوا يلاقونا أول شيء، تانيا إذا حدا بيحب يساعد بعدين، يعني لأنه دايما نحن عنا الحالات اللي المستعصي وكمان عنا الحملات، لأنه قبل ما عملنا هاي الحملة الهوليدي تراك كنا عاملين توزيع لبونات للأكل، بونات الفود بورشنز. بقى إذا حدا بيحب يتبرع أكيد الهوت لاين دايما مفتوحة على 76 500 084. في مين ما كان يتبرع بشو ما كان، يعني إن كان شيء كبير أو صغير كله بيساعد، خاصة بالحالة اللي نحن فيها هلأ. رانيا يعني الأولاد جدا مبسوطين هون، في من كل الأعمار ناطرين الهدايا تبعهم. عن جد هيدا فرح العيد، فرح رائع، وما تتخيل قديش شعور حلو أنك تكوني موجودة بين أطفال بهيدي الفترة من العيد. أنه عم تعطيهم أجمل ما بيتمنوه أنه هدية تكون معهم بفترة العيد، وفعلا مبادرة حلوة. من ام تي في ورانيا يا ريتك موجودة معنا. هلا بجي لعندكم أنتوني، هلا بجي هلا بلاقيكم، يعني بس خلص اللايف أكيد بتلاقي صحيح أكيد بلاقيكم أكيد على فؤاد شهاب على بنشعة رانيا. وبدي أفرجيك كمان في على فؤاد شهاب في أنيماسيون كمان رانيا هلا إجوا للأولاد كرمال ليكونوا كمان عم بيتصوروا الأولاد معهم وعم بيعملوا عم بيتركوا ذكرى حلوة بهيدا النهار. شكرا لك أنتوني، مثل ما عم نقول بدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية ورح نرجع معكم بصورة أخرى. بدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية، وصراحة لما منشوفكم على الطريق منفتخر إنه نحن من عائلة الام تي في على هالأعمال الحلوة، الفرحة يلي عم تزرعوها بين الناس، وأكيد كل الناس اليوم مدعوين إنه ينزلوا ويلاقوا كميون العيد مع جمعية بنين ويشاركوا كل الناس بعضهم بها الفرحة. وهيك رح ننهي حلقتنا بام تي في ألايف لليوم، رح نسلم قسم الأخبار ونتابع مع أنطوني مرشاق بها النهار الحلو ومع كميون العيد على طرقات لبنان. باي باي. We'll be right back.